أريد أن أرحب بضيفي دكتور مئير مصري، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية. أهلا بك دكتور مئير. دكتور مئير، أعلن اليوم الجيش الإسرائيلي عن بدء عملية عسكرية في مخيم النصيرات وسط القطاع. يعني هذا الإعلان أتى رغم كل الضغوطات الدولية. ألا تعتقد هذا يعني سوف يزيد من وضع إسرائيل في العالم تعقيدا؟ لا أعتقد في الواقع، لأنه لا خيار آخر أمام إسرائيل إلا استكمال عملياتها العسكرية حتى التوصل أو الوصول إلى الهدف الاستراتيجي من الحرب، وهو استئصال حماس كميليشيا، كسلطة، كنظام حكم في قطاع غزة. لا أعتقد أنه الكثير من الذين يدينون إسرائيل أو ينتقدون إسرائيل أو يضغطون على إسرائيل هم في الواقع غير معنيون بانتصار محور إيران في المنطقة، لأنه تراجع إسرائيل عن هدفها الاستراتيجي من الحرب هو تكريس لانتصار محور إيران، هو هكذا سوف يفهم. وبالتالي أنا لا أظن، دعني أتحدث بصراحة، أن يوجد أي طرف إقليمي معني بذلك غير إيران بطبيعة الحال. وحتى على المستوى الدولي هناك تفاهم كامل للموقف الإسرائيلي، ربما أن هناك تعارض أو تباين في وجهات النظر فيما يتعلق بمستقبل قطاع غزة، إذا هناك خلاف سياسي، لكن ليس فيما يتعلق بالهدف الاستراتيجي من الحرب. كل الذين يعطون دروس لإسرائيل أو يضغطون على إسرائيل، نحن نريد أن نعرف ماذا كانوا سوف يفعلوا لو كانوا في مكان أو في محل إسرائيل. نحن نرى في دول الجوار على سبيل المثال، بعض دول الجوار التي لديها سأر مع جماعة الإخوان المسلمين، هم يعدمون المفكرين الذين لم يحملوا السلاح، بديع وغير بديع، في مصر وغير مصر، فقط لأنهم ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين أو الجماعة المحظورة. ونحن في إسرائيل نحارب إرهابيين مدججين بالسلاح، أطلقوا علينا 40,000 صاروخ قبل 7 من أكتوبر، وبعد 7 من أكتوبر قاموا بفظاعات وبشاعات سواء في يوم المذابح أو بعد ذلك، ويريدوننا أن نتعايش مع هؤلاء، ويقولون لنا أنه حماس فكرة وأن الفكرة لا تهزم. إذا كانت الفكرة لا تهزم أو لا تحارب بالقوة، لماذا هم يعدمون الناشطين في جماعة الإخوان المسلمين وهم مجرد ناشطين لم يحملوا السلاح يوما، وإنما فقط يكتبون كتبا ولديهم رؤى ومعتقدات؟ نحن نريد أن يكون يعني يكون هناك رؤية شاملة لما يحدث وموضوعية، وليست رؤية فقط قاصرة على الاستهلاك المحلي وجعجعات إعلامية. يعني نحن في إسرائيل نحارب الإرهاب، وبالتالي لا يتراجع عن الهدف الاستراتيجي من الحرب قبل إنهاء الحرب. لو الطرف الآخر يريد إنهاء الحرب عليه أن يضغط، ليس على إسرائيل، وإنما على الطرف الذي أعلن الحرب على إسرائيل. نعم دكتور، يعني أنا أريد أن أقول هنا، نعم تفضل، أنه حتى حماس وهو عدو إسرائيل وخصمها في هذه الحرب، هي لا تقول إسرائيل أعلنت عليه، هي تعترف، تقول نحن بادرنا، نحن قمنا بما تسميه طوفان الأحمر، نحن أعلنا الحرب على إسرائيل. وبالتالي الموضوع واضح، إذا هم أعلنوا الحرب على إسرائيل، عليهم أو استسلام أو أن نكمل عملياتنا العسكرية. هم يتشرطون، لديهم شروط لأي هدنة، رغم أن هم الذين يطلبون الهدنة، يعني هم طلبوا بالهدنة ولا يزالون يطلبون الهدنة، هم يطلبون الهدنة ويقولون لنا شروط. طيب منذ متى من يريد شيء يتشرط ثم يقولون انتصرنا؟ طيب ما هي معالم هذا الانتصار؟ وإذا كانوا ينتصروا لماذا يريدون هدنة؟ هل سئموا من الانتصارات؟ يعني أنا أعتقد أنه يجب علينا طبعا أن نستمر في هذه العملية العسكرية حتى النهاية. نعم حتى النهاية. نعم دكتور مئير، اليوم قال أيضا المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري عن خطة لتوسيع المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وأيضا قال وزير الأمن الإسرائيلي يوآف جالانت إن إسرائيل تخطط لإغراق غزة بالمساعدات. ما الذي تغير الآن؟ لا إذا لم يتغير أي شيء، هو بمنتهى البساطة إسرائيل في منذ البداية، وهي ليست معنية لا بتجويع. هل هذا دكتور مير يعني هل هذا استباقا لعملية في رفح حسب اعتقادك؟ يعني هو إسرائيل منذ البداية، نعم، لكن هو منذ البداية إسرائيل تريد إدخال المساعدات في القطاع. هناك عوائق لا شك في ذلك، لأنه المعابر لم تبنى لهذه الحالة الاستثنائية وهي حالة الحرب، وبالتالي لا تكفي، عوضا عن أنه إجراءات التفتيش وآليات إدخال المساعدات كذلك إلى مناطق القتال. نحن نريد أن نطعم أهالي الإرهابيين وأبناء الإرهابيين وزوجات الإرهابيين، ولكن بدون أن يصل الطعام وتصل المساعدات إلى الإرهابيين الذين يعيشون معهم في نفس القطاعات السكنية أو أحيانا في نفس المنازل. هذه هي المعضلة، كيف نساعد سكان غزة بما في ذلك أقارب وأصدقاء الإرهابيين بدون أن
يكون أو يساعد ذلك حماس على المزيد من الصمود أمام إسرائيل. هذه المعضلة. وبالرغم من ذلك اليوم هناك حديث عن افتتاح معبر جديد، معبر جديد تم بنائه في بصمت بدون دعاية إعلامية في الأسابيع الفائتة لإدخال المزيد والمزيد من المساعدات كما ذكر في تقريركم. نعم، ابقى معي دكتور مئير. عودة إليك ضياء. ضياء، ما هو تعقيبك على كل يعني هذه المعلومات الذي قالها الآن ضيف الدكتور مئير؟ نعم ضياء، هل تسمعني؟ نعم، يبدو أن هنالك خلل تقني. عودة إليك دكتور مئير. دكتور مئير، يعني زيارة لقائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي اليوم، وأيضا تجهيزات أمنية إسرائيلية أمريكية خشية من هجوم إيراني، هل هذا يعني أن مسألة الرد الإيراني باتت مسألة وقت؟ لا أظن ذلك، ولكنها حملة أو رسالة ردع موجهة إلى النظام الإيراني، لأنه تعرفون أنه المسؤولون الذين يأتون إلى إسرائيل من الولايات المتحدة الكثير يأتون في صمت، وهناك زيارات مكوكية عديدة ودورية بين البلدين، ولكن الإعلان عن هذه الزيارة بهذا الشكل أنا أعتقد أنها رسالة هامة تذكرنا ربما بخطاب الرئيس بايدن حينما أتى لدعم إسرائيل بعد مذابح 7 أكتوبر وقال لهم don't ألا تفكروا في التحرش بإسرائيل أو التعرض لإسرائيل. أنا أعتقد أنها رسالة مشابهة، ومضمون هذه الرسالة هو أنه لو في حال تعرض إسرائيل لأي هجوم من قبل النظام الإيراني أو أزرعه في المنطقة سوف تكون ردة الفعل عسكرية في العمق الإيراني من قبل إسرائيل، لكن مدعومة كذلك من قبل الولايات المتحدة، أي أنه الحديث هنا عن حد أدنى سوف يكون من التورط الأمريكي أو الانغماس الأمريكي في أي عملية عسكرية تقوم بها إسرائيل في العمق الإيراني.